بنتكلم عن أكاديمية، أكبر أكاديمية لتدريب الدعاة في العالم. لما بنتكلم عن كده فإحنا أكيد بنتكلم عن صرح ديني كبير. حضرتك كنت في الاجتماع اللي كان في بورسعيد مع وزير الأوقاف طبعا دكتور محمد مختار جمعة وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى يعني قيادات الدعوة في بورسعيد. إيه اللي تم في الاجتماع بالظبط، ودار الحديث عن افتتاح الأكاديمية شكلها إن شاء الله هيكون إيه ومضمونها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحقيقة كنا في بورسعيد افتتاح في مناسبة افتتاح مسجد العباسي بعد إعادة تجديده وترميمه وصيانته مرة تانية على نفقة وزارة الأوقاف. وألقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة. الحقيقة وبعد خطبة الجمعة أعلن عن افتتاح الأكاديمية التي ستكون في صرح كبير في 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. هذه الأكاديمية يعني بنيت يمكن بتكلفة تزيد عن 50 مليون على نفقة وزارة الأوقاف أو فائض ريع الوقف، والغرض منها والهدف منها هو تدريب الدعاة. التدريب المستمر لتحويل الأئمة بدل ما كانت حالة استنارة فردية إلى استنارة جماعية لجميع الأئمة. تعلمين سابقا كان هناك بعض الرموز الدعوية التي يشار إليها، فلان في محافظة كذا، في فلان رمز دعوي في محافظة كذا. نريد أن نتخلص من هذه المسألة إلى استنارة جماعية ليكون الجميع، ليست هناك أفراد فقط يحملون استنارة فردية أو فكرية أو دعوية يلتف حولهم الناس. نريد أن يلتف الناس حول أئمة الأوقاف جميعهم في جميع محافظات الجمهورية. والذي يعني يشعر أن أينما ذهب في أي محافظة أو في أي مسجد من مساجد وزارة الأوقاف يجد الاستنارة ويجد العلم النافع. هذا لا يتأتى إلا إذا كانت هناك دورات تدريبية مستمرة وفي مكان ملائم. نحن في وزارة الأوقاف الدورات التدريبية لم تنقطع، يعني الحقيقة عن طريق سادة الدعاة وكبار العلماء مثال المعالي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار وغيره من السادة عمداء الكليات من جامعة الأزهر الشريف. لكن حضراتكم قررتوا تكبروا، يكون صرح حقيقي يجمع كل ده كموقع مكان مناسب وملائم، لأن التدريب ليس في كل الأوقات يصلح في أي مكان. لازم يكون هناك مكان ملائم، إعاشة كاملة. ممكن في مسجد النور كانت دورات تدريبية تنعقد، وكانت في بعض المحافظات الإقليمية عن طريق المراكز الثقافية أو عن طريق الملتقيات الفكرية التي تعقد في شهر رمضان. لكن هذه كانت غير كافية. لما يكون هناك مكان ملائم ومناسب لتلاقح الأفكار ولتلقي العلوم والتعايش مع الأساتذة وعلماء وزارة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، أعتقد يكون أجدى وأجدر بأن يخلق عالم مستنير يستطيع العطاء ويستطيع الأداء ويستطيع أن يلبي حاجيات المجتمع في خطابه الديني المستنير.